عبد عنا جرخاق بالستوريات الصدمة اللي نزلها لهجة العراقية لهجة مذوب مذوب يعني شوف الصراحة لازم تقدرون النعمة انه صوتي جميل وانه لازم تحطون لايك على المقطع، وطبعا تحية لأهل الأردن ولهجتكم الخرافية. الخبر أول اللي عدنا عن صبايا حبايب وردها على ناجي ولما. طبعا بالبداية يا حبايب حابني أشرح لكم القصة بدقيقة واحدة، ركزوا بها زين. القصة بدأت يا حبايب عن صبا لما نزلت هذا المقطع من حوالي 6 أشهر. هذا المقطع هو كان عبارة عن عرس ناجي ولما، هذا هو بلش المشكلة. السبب انه صبا نزلت هذا المقطع قبل ما ناجي ولما ينزلون مقطع العرس مالتهم، هذا اللي خلاهم يتهمون صبا ان هي مصلحجية او نوعا ما قاعدة تستغل الموضوع. ولكن يا حبايب ناجي ولما ما طلعوا وضحوا هذا الشيء للناس، ولكن نوعا ما خلوا بقلبهم عمود ينتقمون للبعدين. فناجي ولما يا حبايب سوى شيء كلش غريب بخطوبة احمد ابو الرب وصبا. ابتداء من لما يا حبايب لما فتحت بث مباشر، فهذا بث مباشر خلال الخطبة كامل هي كانت فاتحته. وثاني شيء سووه ناجي ولما انهم صوروا مقطع ونزلوا وما زال الخطبة كانت موجودة، يعني نزلوا مقطع قبل ما الخطبة اصلا تنتهي. هذا اللي خلى احمد ابو الرب وصبا انهم يضوجون من هذا الشيء، واحمد يشيل الفولو عن ناجي. ولكن يا حبايب القصة ما انتهت لهنا. بالنسبة للاشخاص اللي شافوا هذا المقطع يعرفون انه صبا نزلت مقطع على التيك توك على اغنية نوعا ما زائد 18. طبعا هو الصراحة لولا رمضان كان قلت لكم الترجمة، ولكن روحوا شوفوا المقطع اذا حابين تعرفون شنو كان التيك توك. المهم انه لما يا حبايب وقت طلعت وهاجمت صبا يا حبايب بشوية ستوريات، ولكن نوعا ما كان اكو حركة نفاق بالموضوع، بحيث انه لما كانت حاطة لايك نفس التيك توك على نفس الاغنية، فهذا يبين نوعا ما كان عندها مشكلة ويا صبا مو عندها مشكلة ويا الاغنية نفسها. المهم خلصة الدقيقة يا حبايب شرحت لكم القصة. حاليا صبا يا حبايب نزلت مقطع وطلعت بمقابلة ويا عادل بودكاست. بهذه المقابلة صار يسألها انه ليش لما طلعت وهجمتش بالسوشيال ميديا وانما كان المفروض تحجيش بالخاص، فرحتكم رد صبا يا حبايب. شوفوا صبا، من فترة قصيرة تم انتقادك من احدى المؤثرات بسبب فيديو انت صورتيه على تطبيق تيك توك، كنت بتصوري فيه على اغنية تحتوي على كلمات يعني خادشة. ولكن انا سؤالي، ليش انتقادها الك ما كان مثلا على الخاص، ليش انتقادها الك كان على العلن برأيك؟ ما عندي اي فكرة جد، وصدقني اذا بقول لك انه حياة الله ما كنتش مركز بالكلمات. هل لو كان انتقادها الك على الخاص كان ممكن فعلا طبعاً تاخذيها كنصيحة افضل من ما عملت هي على العلن؟ انا اكثر واحدة باخذ نقد بناء، مستحيل انه اشوف، واذا بحس انه جد انه كل الناس تنتقدني على شغله معينه على السريع بلغيها او بمحيها او يعني بتصرف تصرف ثاني. اما هي اللي تصرفت انه بس بدها تثير الجدل على نفسها عشان هي اللي بتستفيد بالاخر مش انا. ودليل على ذلك اسم صبا لانه كانت ترند وقتها اكيد، واصلا من ورا هذا الموضوع هي ما شاء الله شمطت. وثاني شيء صار يسالها عن مشكلتها ويا ناجي القاق ولما يا حبايب، فطلعت حجه الموضوع وانهم كانوا يريدون يستغلون. راح احط لكم اللقطه شوفوها. بتحس انه في ناس اجت للارقام فقط؟ طبعا على عيني وراسي ضلك ماسك الموبايل تصور، بس ليش تفتح لايف؟ ليش تنزل فيديو واحنا لسه مش منزلين شيء؟ انتقاما مش عارف، ما بعرف شو بيفكروا، شو بيكونوا يفكروا. وانا كثير صارت بلبلة علي انه انت بعرس ناجي ولما نزلتي فيديو، بس هم الناس هي الفيديو موجود على يوتيوب وبقدروا يروحوا يفوتوا يشوفوه. ما مسحتي؟ ما انمسح. وبعدين بكتشف انه هذا الاشي اخذوه ضدي، انه هاي الحركه فرحهم استغلوا هذا الشيء. عشان نزلتي قبل ما يخلص؟ انا نزلت ثاني يوم العرس، فانه انت تتصرف تصرف معين بدون ما احكي ايش كان التصرف، الناس اكيد عارفه بالخطبه عشان انتقام. او بتحسيها نفس واحده بواحده يعني؟ نفس مبدا واحده بواحده، لانه انت كيف بتنزل فيديو بنفس يوم العرس، سوري نفس يوم الخطبه، وكل الناس كل اليوتيوبرز الثانيين كلهم نزلوا الفيديوهات واخذوا اذن من احمد انه متى ننزل الفيديو. هذا دليل على انه هم جد سائلين. يعني انا واحمد مفكرين صراحه على العرس ناخذ الموبايلات. تاخذوا الموبايلات من الكل؟ ممنوع التصوير. بس اسمهم صانعين محتوى. ماشي، بتفوت انت وكاميرتك حابب تصور على عيني وراسي، بس انك تفوت تقعد تفتح لايف ضايقك كثير موضوع اللايف؟ كثير كثير جدا، لانه انا كصبا مستحيل اعمل هيك حركه افتح لايف. طب ما احنا كلنا عارفين ايش السبب من فتحة اللايف، ما نزل من ايد هالإنسانة ابدا، وناس غير يعني ممكن بده يشارك الفرحة مع الناس. بتشارك الفرحة مع الناس 10 دقائق 5 دقائق، اما طول الحفلة ضلك فاتح طول الحفلة. في ناس ضلوا فاتحين طول الحفلة، ياخذوا بريك دقيقتين ثلاثة يرجعوا يفتحوا الفيديو عشان خلص اللايف. لكن سؤال صبا بصراحة، شو السبب اللي ممكن يخلي يوتيوبر يمسح فلوج خطبتكم من اليوتيوب عنده مثلا؟ لانه حس انه عمل شيء كثير غلط، مع انه مسحه بعد فتره مش في نفس الوقت اللي كانت في خطبتكم. لانه ما عجبه الانتقاد،
أو يعرف إنه هذا الانتقاد اللي وصله صح وبمكانه. يعني ما بعرف هو شو كان يفكر، بس إذا كان بفكر بطريقة إنه أنا غلطت كان بقدر يجي يعتذر، بس ما صار هذا الإشي. وإنه ساب الحفلة عشان بس يمنتج وينزل الفيديو والفيديو تبعي. هو غادر قبل نهاية الخطبة. هل هذا الخبر صحيح مثل ما سمعنا؟ هو مش غادر، هو كان ماخذ غرفة بالأوتيل في نفس المكان الحفلة اللي انتوا فيه. نزل البلوج في موعد في احنا لسه بنرقص بنحتفل والناس حوالينا وكل حدا مسك الموبايل انصدم انه ايش فيه. بعدين فجأة لقينا هذا البني آدم اختفى، والشخص شريكه يعني او شركته كانت بدها تصور وتبعت صور. كل إشي هذا بحكي لك اياه مبين بالفيديو، يعني شغلات مش انه إشي يعني مخبى عن الناس، لا 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 واضح وصريح، والكاميرات علي يعني كانت علي. بصراحة حوابنا صوت المقطع، اكتبوا لنا بالكومنتات انتم وين اجر خخمويه لما هاي هي شرح القصه بالكامل. اكتبوا بالكومنتات شو رايكم، بس انه صوت المقطع في نقطه باللايكات وبس. مع السلامه.